وقفات مع سورة الزلزلة، محاضرة للشيخ الفاضل محمد الزواعقي حفظه الله، كانت بتاريخ 27 من شهر ربيع الأول لعام 45 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن. وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله الذي يسر بزيارة هذه الدار العامرة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم، زادها الله تشريفا وبركة وعلما وخيرا. الحمد لله الذي يسر بزيارة والدنا وشيخنا العلامة عبد العزيز البرعي حفظه الله في أهله ونفسه وماله، وبارك الله فيه وفي حفظه وعلمه وماله وولده وأهله، ومتعنا والمسلمين بصحته وعافيته. الحمد لله الذي يسر بزيارة آباء كرام وإخوان كرام وأبناء كرام، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن قال فيهم في الحديث القدسي الذي عند الإمام أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. نعيش في هذه اللحظات في هذه الدار العامرة بالعلم والتعليم بالتوحيد والسنة، مع سورة من كتاب الله رب العالمين، سورة يحفظها الجميع، الرجال والنساء، الصغار والكبار، سورة قليلة في آياتها، قليلة في حروفها، عظيمة في معانيها، سورة تقرع القلوب
قرعا وتهز النفوس هزا سورة تذكرنا بيوم القيامة، سورة ترقق القلوب في زمن الفتن والبلايا والرزايا إلا من رحم الله جل وعلا. وما أحوجنا إلى ترقيق قلوبنا وعودتنا إلى ربنا، فعما قليل يقال فلان مات وليس بيننا وبين الله نسب، إنها الحسنات والسيئات، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، إنها سورة الزلزلة. هذه السورة العظيمة، هذه السورة الكريمة، يقول الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها. هذه الأرض المطمئنة، هذه الأرض الساكنة، هذه الأرض التي جعلها الله مهادا، والتي جعلها الله فراشا، التي بسطها الله للعباد، تزلزل يوم القيامة إذا أذن الله لهذه الحياة بالانتهاء. أمر الله جل وعلا هذه الأرض فتزلزل، تتزلزل الأرض وتتصدع الأرض وتتشقق الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إن زلزال الدنيا في ثوان معدودة يحطم الجسور ويسقط القصور وتتناثر فيه الأشلاء وينتهي فيه الآلاف من البشر، مناظر مخيفة، مناظر مرعبة. فلا إله إلا الله، هذا في الدنيا، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تبنا إليك يا ربنا، عدنا إليك يا ربنا. انظر إلى زلزال الآخرة الذي يصفه رب العالمين بأنه زلزال عظيم. الله يصف هذه الزلزلة: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هل رأيت أما تتخلى عن طفلها؟ هل رأيت مرضعة تتخلى عن رضيعها؟ هل رأيت أناسا سكارى وما شربوا خمرا؟ إنها أهوال القيامة، إنها أهوال الساعة، إنه يوم يجعل الولدان شيبا، إنه اليوم الذي يحشر فيه الوحوش. على إثر هذه الزلزلة تتشقق السماء، على إثر هذه الزلزلة تتكور الشمس، على إثر هذه الزلزلة تسجر البحار، على إثر هذه الزلزلة تسأل الموءودة بأي ذنب قتلت.
على إثر هذه الزلزلة يجعل الولدان شيبا في لحظة واحدة، يجمع الله الأولين والآخرين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرج العباد إلى ربهم وخرج العباد من قبورهم، خرجوا إلى أرض المحشر شعثا غبرا كأنهم جراد منتشر. إنها الساعة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر. فلا إله إلا الله من بعثنا ممن قدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع جميع لدينا محضرون. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: يحشر الله العباد حفاة عراة غرلا. تعجبت عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين، قالت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك، كيف لا والأجساد عارية والأقدام حافية والقلوب واجفة والأبصار شاخصة. وقد جمع الله الأولين والآخرين وهم قيام لا قعود فيه في يوم مقداره 50,000 سنة، يوم يجتمع فيه الظالم والمظلوم والسارق والمسروق والقاتل والمقتول. وقد دنت الشمس من رؤوسهم، قال الله: يوم يقوم الناس لرب العالمين. تخيل هذا الموقف. قال الإمام الحسن البصري: ما ظنك بقوم يقفون 50,000 سنة قيام وهم عراة بأقدام حافية والشمس على رؤوسهم، لم يأكلوا أكلا ولم يشربوا شربا؟ فلا إله إلا الله، ما حالي وحالك أخي الكريم؟ ما حالنا في تلك اللحظات وفي تلك العرصات؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه أيضا: يحشر الله العباد إلى أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد، فلا تعرف فيها أميرا من مأمور ولا رئيسا من مرؤوس ولا ملكا من مملوك، لا تعرف فيها غنيا من فقير ولا تعرف فيها عظيما من حقير ولا كبير من قطمير. فلا أحساب ولا أنساب، خرجوا إلى الله إذا زلزلت الأرض زلزالها، تصدعت الأرض بأهلها، قال: وأخرجت الأرض أثقالها. جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. ثم يمر عليه الناس
فيقول القاتل في هذا قتلت، أي من أجل الدنيا وحطام الدنيا والكراسي والمناصب، يا ليته اعترف في الدنيا ويا ليته ندم في الدنيا، هناك تبلى السرائر، وقفوهم إنهم مسؤولون، سيسألون عن دماء المسلمين، سيسألون عن كل قطرة من دماء المسلمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والله سيسألون. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أول، قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء، يا ويل من سفك دماء المسلمين، أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. وجاء عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشقب دما، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، إنها محكمة الله لا ظلم اليوم، يا رب سل هذا فيما قتلني. قال: حتى يدنيه من العرش. وذلكم قول الله جل وعلا: وألقت ما فيها وتخلت وأذنت إلى ربها وحبت، وألقت ما فيها وتخلت، أخرجت الأرض كنوزها وأخرجت الأرض ما فيها من الأموات، فلا إله إلا الله، خرجوا كأنهم جراد منتشر، ليميز الله الخبيث من الطيب، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قال: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وكل يبعث على ما مات عليه، وفضيحته وسوءته. أمة الإسلام، قال ربنا جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يتعجب الإنسان، أين سكونها؟ أين سكونها؟ ألم تكن ثابتة؟ ما الذي حصل لها؟ أين انبساطها؟ أين مهادها؟ أين رسوخها؟ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، الأرض، الجبال الشامخة التي جعلها الله رواسي، وإذ بها تطير في الهواء كالصوف المنفوش، فلا إله إلا الله. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، ما حالي وحالك، ما حالي وحالك عبد الله؟ وقال الإنسان ما لها، يتعجب الإنسان، ما الذي أصابها؟ ما الذي أصابها؟ ما الذي حصل لها؟ فصدعت وتشققت. قال: يومئذ يصدر الناس. وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، الأرض ستتحدث كما ينطق اللسان بأمر الله رب العالمين، يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هكذا الأرض ستنطق بأمر الله، ستتكلم بما حصل على ظهرها، وفضيحتاه يوم تفضحك الأرض، وفضيحتاه يوم تفضحك الأرض،
وتقول يا رباه كم سعى إلى الحرام، وكم بطش في الحرام، وكم مشى إلى الحرام، وكم قال علي الحرام، وفضيحتاه ستنطق الأرض بما حصل عليها من خير فخير ومن شر فشر. احذر من الفضيحة في أرض المحشر، ستنطق الجوارح، سيتكلم اللسان وتتكلم الأركان وتتكلم الأرض وتشهد الملائكة، والله والله خير الشاهدين. ما حالي وحالك؟ لا حول لنا ولا قوة. تحدث أخبارها بأمر الله رب العالمين، تتكلم الأرض بما حصل على ظهرها. إنه يوم الفضيحة، يوم تغبن فيه الأنفس على أرواحها. فلا إله إلا الله من يوم تنطق فيه الأرض على أهلها بأمر الله رب العالمين، بأن ربك أوحى لها كن فيكون. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فلا إله إلا الله من يوم يتخلى فيه الوالد عن ولده والمولود عن والده، لأن ربك أوحى لها، قال يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. تخيل إلى فرحة أصحاب الجنان، يخرجون بعد أن فاز الفائزون وخسر الخاسرون. قال الله فريق في الجنة وفريق في السعير. بكى عمر بن عبد العزيز ليلة، فلما أصبح قالوا ما الذي يبكيك رحمك الله؟ قال قرأت قول الله فريق في الجنة وفريق في السعير. منصرف القوم أناس إلى الجنان، إنهم الذين فازوا ورب الكعبة، إنهم الذين أخذوا الكتاب باليمين وانطلقوا بين الأولين والآخرين. ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاك حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. تخيل إلى هذه الفرحة، تخيل إلى هذه الفرحة، ثم ينطلقون إلى أعظم زفاف، إلى الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، ليقفوا على أبواب الجنة. جاء عند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وبصرى. وفي رواية أخرى أيضا عند مسلم 500 عام. ثم قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، وهو كضيض من الزحام. إنها وفود أهل الجنة، هنيئا لهم ثم هنيئا لهم. إنها فرحة لا توصف، إنها فرحة لا تقدر. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.
المحروم من حرم هذا النعيم، والخاسر من خسر هذا النعيم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لا إله إلا الله، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم يوم أن ضل الناس، سلام عليكم بما صبرتم يوم أن انتكس الناس، سلام عليكم يوم أن حفظتم الفروج، وسلام عليكم يوم أن حفظتم الأبصار، يوم أن زاغت الأبصار، وسلام عليكم يوم أن حفظتم البطون من الحرام، سلام عليكم يوم أن تمسكتم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوم أن ضل الناس وأن زاغ الناس، سلام عليكم يوم أن صبرتم على أوامر الله، سلام عليكم يوم أن صبرتم على أقدار الله المؤلمة، سلام عليكم يوم أن صبرتم وابتعدتم عما حرم الله، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ما أعظم هذه التهنئة، فريق في الجنة وفريق في السعير. انطلقوا إلى الجنان، كما عند الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، لينادي مناد في السماء: يا أهل الجنة، إن لكم أن تشفوا فلا تحرموا أبدا، وإن لكم أن تسعدوا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. اصبر يا أخي الكريم، اصبر يا أخي الكريم، فالجنة غالية، الجنة غالية، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا. يا من أتعبتك الأمراض، يا أسير الشهوة والملذات، يا أسير الغفلات، يا أسير الحرام، احذر أن تحرم من هذا النداء: يا أهل الجنة، إن لكم أن تشفوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. رأيت نعيما كهذا النعيم أعددت لعبادي الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جاء في الحديث المتفق عليه أن الله ينادي: يا أهل الجنة، تمنوا عبادي، هل رضيتم؟ قالوا: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. فقال: ألا أعطيكم أعظم من ذلك؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أحل عليكم رضواني، فلا إله إلا الله، فلا أغضب عليكم أبدا، إنه النعيم ورضوان الكريم، بل أعظم من ذلكم. جاء عند الإمام مسلم حديث صهيب رضي الله عنه أن الله جل وعلا يقول: يا أهل الجنة، فيشربون، يا أهل الجنة، فيشربون حتى يكشف الحجاب عن وجهه، حتى يكشف الحجاب عن وجهه الكريم. فما أعطوا نعيما أعظم من هذا النعيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة،
ريب في الجنة لتقاد إلى الجنة. يا من ابتليت بالأمراض ويا من صبرت على الشهوات، يا من ابتليت بالفقر والديون والمتاعب والأزمات، يا من صبرت على الحروب والنكبات، يا أهل البلايا ويا أهل الرزايا، يا من ابتعدتم عن الفتن، إنها لحظة واحدة. جاء عند الإمام مسلم قال: يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، الذي ما وجد راحة في الدنيا، تحمل الديون والآلام والابتلاءات والمصائب والأحزان والأمراض والأسقام. قال: يؤتى به فيغمس في الجنة غمسة، غمسة يا إخوان واحدة. قال: فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ قال: فيقول: لا وعزتك، ما مر بي بؤس قط، ذهبت الأحزان وانتهت الآلام، اصبر أيها المبتلى، فالجزاء عند الله عظيم للصابرين، الجزاء عند الله عظيم للصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، أزفت الآزفة، وفريق في السعير وجدوا أنهم من أهل الجحيم. وفضيحة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وفضيحة، وإذ بهم إلى النار يقادون. وفضيحة، كانوا يظنون أنهم من أهل الجنان والروح والريحان، لكن كانوا كذبة على الله، كانوا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، كانوا لصوص الظلام والفجور والفساد، ففضحوا في أرض المحشر. فجاء يريد الكتاب باليمين، فأعطي الكتاب بالشمال، وانطلق يبكي على نفسه: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. قال الله: خذوه فغلوه، يقفون على أبواب النار لتكسر ظهورهم وليرمى في النار، وهو يصيح: وثبورا وثبورا، ليغمس في النار غمسة. هل مر بك نعيم قط؟ هذا أنعم أهل الدنيا، كم تلدد الجسد بالحرام، كم طاف الأرض سياحة في الحرام، كم شرب الخمور، وكم فعل ما فعل من الحرام، كم تلدد جسده بالفواحش، وكم تلدد بطنه بأكل الحرام، كم تعدى حدود الله، كم سهر السهرات وظن أنه في سعادة، لكنها وهمية، لكنها سعادة شيطانية. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. من يخلصه؟
خذوه فغلوه، خذوه يا ملائكتي، هذا الذي تكبر على الله، هذا الذي تعدى حدود الله، هذا الذي حارب الله، خذوه يا ملائكتي إلى نار تلظى. فريق في الجنة وفريق في السعير، هناك الويلات وهناك الصرخات، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. ما أرخص الأبناء يوم القيامة، ما أرخص الأبناء أمام النار. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يا رب خذ أبنائي وأصغر أبنائي وأحب الأبناء إلى قلبي، خذهم جميعا إلى النار وأنجو أنا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض. يا رب خذ كل من في الأرض، أنجو من هذه النار. قال كلا إنها لظى. فريق في الجنة وفريق في السعير، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فما حالي وحالك، ما حالي وحالك، أين أنا وأنت في هذا الوضع؟ هل مع من يزف إلى الجنان، أم والعياذ بالله من يذهب به إلى النيران؟ احذر يا أخي الكريم، أنقذ نفسك، أنقذ نفسك من الآن. قال يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا إله إلا الله، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم القصاص وأنت عريان ستقف أمام الميزان، كما جاء عند الحاكم أنه ميزان له كفتان، لو وضعت فيه السماوات والأرض ومن فيهن لوسعتهن. فلا إله إلا الله، يوم تقف أمام الميزان وأنت عريان، لا حول لك ولا قوة. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. احذر يا صاحب الأغاني، إنها مزمار الشيطان، وقفوهم إنهم مسؤولون. ستقف أمام الله عريان. احذر يا صاحب المسلسلات، احذر يا صاحب المسرحيات، احذر يا صاحب الأفلام الخليعة. مثاقيل الذر، مثاقيل الذر. يا ويل من ضرب والديه، مثاقيل الذر، فكيف بمن أكل الربا؟ مثاقيل الذر. احذر يا صاحب الفواحش، يا لصوص الظلام. جاء عند ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أقوام لهم حسنات كجبال تهامة بيضاء، قال يجعلها الله هباء مثورا. احذر على علمك، واحذر على قرآنك،
واحذر على حفظك، يجعلها الله هباء منثورا. احذر على حسناتك، أنت أحوج ما تكون إلى الحسنة يوم القيامة. فخاف ثوبان وخاف الصحابة، يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم من جلدتكم ويقومون من الليل كما تقومون، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إنهم لصوص الظلام وأهل الأجرام. إذا حل الظلام وارتخت الأستار ونام الأنام، حاربوا الله وجعلوا الله أهون الناظرين. خافوا من أطفالهم وخافوا من نسائهم وخافوا من ستر شروفهم وأبوابهم، وما خافوا من الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فلا إله إلا الله يوم تقف أمام الميزان. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم: يقاد يوم القيامة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة التي نطحتها. كيف بمن ظلم؟ وكيف بمن سرق؟ وكيف بمن قتل؟ وكيف بمن نهب؟ وكيف بمن فعل وفعل؟ كيف ستلقى الله وأنت ظالم وأنت مجرم وأنت قاتل؟ قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله: يقتص للخلق من بعضهم يوم القيامة حتى للنملة من النملة، للنملة من النملة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هنيئا هنيئا لأهل الطأس الحسنات والباقيات الصالحات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. مثاقيل الذرة لا إله إلا الله، كيف بطلاب العلم مثاقيل الذرة من الحسنات؟ كيف بالعلماء الربانيين الذين أفنوا أعمارهم في العلم والتعليم، الذين أفنوا أعمارهم ووهبوا أوقاتهم لله ومن أجل الله؟ هنيئا لهم الحسنات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في وقت المعركة فقال: يا رسول الله، أجاهد أم أسلم؟ قال: بل أسلم. فأسلم الرجل ثم جاهد فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لك حسنات في تبسمك لأخيك المسلم حسنات. وأي حسنات؟ وفائدة عند فائدة، ومسألة عند مسألة، وآية عند آية. كل ذلك رفعة عند الله وعلو في معالي الدرجات. امرأة كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة: امرأة باغية يعرفها القاصي والداني أنها بغي، لكنها يوما من الأيام وجدت كلبا ليس إنسان، وجدت كلبا يا معاشر المسلمين، فسقته ماء وقد اشتد عليه العطش. قال فغفر الله لها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كيف بمن أطعم الأيتام؟ وهل يطعم الأيتام إلا العظماء؟
كيف بمن واسى الأرامل والمحتاجين والفقراء والمعوزين؟ أطقت كلبا أمة الإسلام فغفر الله لها وذهبت الحسنات والسيئات وبقيت الحسنات. قال: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفضيحتا يا من تأكل الربا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما تخاف من ذلك اليوم؟ أما تخشى من هذه الموازين العظيمة وأنت أريان؟ لا حول لك ولا قوة. يا من عققت الوالدين، يا من أبكيت الوالدين، يا من أبكيت الوالدين. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. يا من تفعل الفواحش بالليل والنهار، يا من تعمل الفواحش بالليل والنهار. أما تذكر قول الله: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ يا لله، كيف ستقبل على الله وهو عليك غضبان؟ مثاقيل الذرة تحسب عليك وتجتمع عليك، كيف بالبلاء وكيف بالزنا وكيف بالخنا وكيف بالمخدرات وكيف بالمسكرات وكيف بعقوق الوالدين وكيف وكيف؟ قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الترمذي وعند الإمام أحمد وغيرهما من حديث سهل رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. احذر من الأغاني، أغنية بجانب أغنية، وصورة بجانب صورة، وضياع وقت بجانب ضياع وقت، وكذبة بجانب كذبة. إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثلها كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجمعوا، فجاء هذا بعود وهذا بعود، فجمعوا ما أنضجوا به خبزهم. فكذلكم الذنوب إذا اجتمعن على صاحبها أهلكته، أهلكته الذنوب هلاك. الذنوب تدمر الشعوب، تزلزل الأرض والبراكين والفيضانات. كيف بك أيها العبد الضعيف؟ احذر يا أخي الكريم. قال: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة، إن إبليس أبى أن يسجد لله، أبى أن يسجد يوم أن أمره الله أن يسجد لآدم، أبى أن يسجد، وأخذه الكبر والغرور والحسد سجدة واحدة، فتحول بالقرب بعدا وبالحب بغضا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا، سجدة واحدة. فيا لله، كم تذهب علينا من السجدات. أنقذوا آباءكم، أنقذوا أبناءكم، أنقذوا إخوانكم، أنقذوا جيرانكم. يوم أحد، وما أدراك ما يوم أحد؟ معصية واحدة ومخالفة واحدة، يقتل 70 من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معصية واحدة، يسقط النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحفرة، ويشج رأسه صلوات ربي وسلامه عليه، وتكسر رباعيته، ويدخل المغفر في وجنتيه، وينادي أشقى القوم: ألا إن محمدا قد مات، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قد أصبتم مثليها، قلتم أن هذا ومصيبتاه. انظروا إلى ذنوبنا، انظروا إلى معاصينا، انظروا إلى إجرامنا بالليل والنهار، سرا وجهرا، رجالا ونساء، ساعة
صغارا وكبارا إلا من رحم الله، إلا من رحم الله جل وعلا. ثم نشكو من البلايا والرزايا وما يحصل للعباد، وما نحن فيه من الذل والهوان، وما نحن فيه من قلة الأمطار، وما نحن فيه من الأمراض الغريبة. ومن يعمل مثقال ذرة من شرا يره شرا يره. فاحذر يا أخي الكريم، ليس بيننا وبين الله نسب، إنها مثاقيل الذرة وفضيحتاه. بعد أن تقف 50,000 سنة وأنت عريان والشمس على أم رأسك ثم يرمى بك في النار، تخيل إلى ذلك وهوانك. فلننقذ أنفسنا من الآن، ولنبكي على أنفسنا من الآن. ألا وإن أعظم عبادة تقدمها اليوم بعد توحيد الله رب العالمين طلب العلم الصافي الزلال، لأنه بإذن الله رب العالمين يوصلك إلى الجنة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. النجاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك شيء من الله شيئا. يا فاطمة، أتدري من فاطمة؟ سيدة نساء أهل الجنة، أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. فلننقذ أنفسنا جميعا من النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أسأله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا رب العالمين يا رب العالمين، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجمع شملنا، وأن يستر عيبنا، وأن يبارك لنا في هذا المركز المبارك، هذه الدار الطيبة وجميع مراكز أهل السنة والجماعة، وأن يحفظ شيخنا وتاج رؤوسنا الشيخ عبد العزيز العلامة المبارك، وأن يرزقه الإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك فيه وفي أهله وصحته وجميع علماء أهل السنة والجماعة. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله الجنة.